الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تيفي أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا خلال هذا الليلة المباركة، ليلة القدر التي يحييها المغاربة والمصلون من هنا من مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء. نحيد التعليق بعدا باش نكمل بعدا، لانه بعض التعليق كتكون مستفزه شويه وكنخرجوا على الاطار. نرجع بكم، قلت بانه هذه الليله المباركه التي يحييها المغاربه هنا بمسجد الحسن الثاني بمدينه الدار البيضاء، اجواء من الخشوع، اجواء من الطمانينه، اجواء من التضرع الى الله عز وجل ليشملنا برحمته وعفوه. لأن هذه هي الأجواء هنا بمسجد الحسن الثاني، نفحات ربانية سبحان الله تطوف هنا بجنبات مسجد الحسن الثاني. إذا لا تذهبوا بعيدا، أكيد غتبقاو معنا خلال دعاء ختم القرآن اللي غادي يكون اليوم إن شاء الله. يعلمون
نعمة من عندنا ذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتمعوا بالنور ولقد راودوك أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذا تلاوة عطرة خلال إحياء ليلة القدر المباركة من هنا من مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء. إذا كما تشاهدون إذن كما قلت إحياء ليلة القدر المباركة من هنا من مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء. أكيد بعد البداية اللي ترأسها جلالة الملك محمد السادس نصر الله في هذه الليلة المباركة، أكيد قلت بأنه خلال هذا لأن أجواء جميلة بزاف كما كتلاحظوا معايا، لاحظتوا أجواء جميلة جدا. بقيت مركز انا في لان لاحظوا سير ولدي راه ولدك ولدي راه قدك سير من البساله سير من البساله راه غنحيد لك البساله ديالك راه الا قطعت هاد اللايف غنحيد لك البساله والله قطعت اللايف غنحيد لك البساله بالله انا حبتك بالله ونقطع اللايف غنحيد لك البساله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد جاء أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميعا منتصر سيهزم الجمع ويولون
بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل مدكر وكل شيء بلاش. إذن غادي نشكركم على حسن المتابعة، نلقاكم في بث مباشر آخر، إلى اللقاء.